بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسل الله الكرام. ربنا بيض وجوهنا واجعل نورا بين أيدينا دنيا وآخرة، أمين يا سميع يا كريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على من أراد لنفسه العدوان. نمر إلى الآية التالية، يقول ربي مش الآية، لا ناخذ المواريث في سورة النساء، بعد نرجو للنوع الثاني من نص القرآن. ناخذ سورة النساء آية 10 و11 على ما أظن. هذه آيتان من فصل المواريث. يقول ربي، الآية هذه الأولى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقع في الفتنة دي التوانسة والتونسيات والعياذ بالله، ما نريدوش نكون مثلهم في شيء، عياذ بالله. نحن أمور عمل، يعني الطاولة على كلام الله، وسخر روح ولا إله من دون الله، ولا ند لله، ولا أكثر قوة من الله، وأكثر قدرة من الله، وأكثر ألوهية من الله. واصل طريق، يعني اللي يتخذ وراد ذلك يستمر، سيرى عاقبة أمره سوءا وآلاما وندما لا يفيده في شيء. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت تكون يجب يفصل المشاكل هذه، تكون يجب يحلها غير المولى، ولتوسعوا وتعمقوا من المسلمين وغير المسلمين، اندهشوا كيفاش تكون الحكمة في العمق هذا بكل جمال وكل أبك في ناس. أنا حاجة لطيفة جدا، دقيقة جدا. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلا نصف لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. ريت هنا مش ذكر الأنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني لأنهم أنا في آخر عمرهم، ماهوش قدامهم تعليم، ماهوش قدامهم زواج ولا بحث عن العمل وكذا وإنفاق وكذا. ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن، شوف الالترناتيف الثاني، الاحتمال الثاني، فمما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها. ريت هنا فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، هنا ترجع للذكر مثل حظ الأنثى. شوفوا حكم كما دي، نقف عندها ونحير في الفهم، نحير في الفهم يا ناس، لأنه هذا شيء نطق به المولى سبحانه وتعالى، مش من عمل البشر، لكن شرع للبشر لتسهيل حياتهم فيما يخص المال والميراث وغيره. فلم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. الوصية ليس للي مش يورث، وصية يوصي بها أو دين. شوف دائما في المواصية ودين يسبق القسم. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله اللي أسبق. إن الله كان عليما حكيما، وهذا صحيح، وهذا دائما نرغب في توضيحه. نسأل الله التوفيق
في أمورنا كلها. آمين يا سيدنا يا عظيم.